یہ چند آیات جی میں تلاوت کرتا ہوں، چند آیات، چند آیات کی تلاوت کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد آتیناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين، وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى، عدد ما تحب وترضى. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني. أسألك يا الله أن تنور بكتابك بصري، وأن تنطق به لساني، وأن تستعمل به في بدني. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم،
اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين. يا الله مهد اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دی، اے کریم آقا ہم سب کو قرآن سے نسبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دی، اے اللہ آج کے اس پروگرام کو ہر اعتبار سے قبول فرما لیجئے، جن حضرات نے اس پروگرام کے انعقاد کا نظم کیا ہے ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے، جو حفاظ کرام اس مسابقے میں شریک ہوئے ہیں اے اللہ ان کو قرآن کا بہترین خادم بن کر داعی بن کر دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہر شر سے حفاظت فرمائیے، ہم میں جو بیمار ہوں ان کو شفا عطا فرمائیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائیے، سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے خیر کے اور بھلائی کے فیصلے فرمائیے، ہمارے کاروبار میں ذریعہ معاش میں برکت عطا فرمائیے، دنیا کو بھی اچھا بنائیے اور آخرت کو بھی سنوار دیجئے. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.